اليوم الفريق الاشتراكي والمعارضه الاتحاديه بتنسيق مع ديناميات اعلان الرباط، كاين تنظيم هذا اليوم الدراسي حول الحياه الجمعويه والمناخ اللي كتعيشوا اليوم في بلادنا، وهي كانت مناسبه للوقوف عند واحد العدد ديال الاشكالات الكبرى والمواضيع اللي اليوم كيعيشها الواقع ديال المجتمع المدني. كاين الاول الوقوف عند الوثيقه الدستوريه ديال 2011 والمكانه اللي بدا كيحتلها المجتمع المدني في هذه الوثيقه ديال الدستور، اولا ستارتو ثم واحد العدد المداخيل اللي كتقترحها الوثيقه الدستوريه للمجتمع المدني باش النشاط. كيوقفوا على محورين هامين وقفوا عندهم اليوم المتدخلين والخبراء اللي شاركوا في هذه الجمعيات، هو الاشكالات المرتبطه بكل ما له علاقه بتنظيم الجمعيات وطريقه العمل ديالها والتصريح وكل المشاكل اللي كتعيشها على مستوى تنظيمه، هو عملية مرتبطة بمناخ بالحقوق والحريات. المحور الثاني هو المرتبط بالشراكة والتمويل ديال الجمعيات، لأن هذا إشكال اللي كيرهن الواقع ديال الجمعيات وكتكون كتعيش واحد المشاكل نوعية الشراكة مع المصالح الحكومية مع الجماعات الترابية، ثم التمويل المحلي ولا الدولي والبحث على المداخل الحقيقية دياله. سياق بسيط جدا ينطلق من مبدأ الحوار، مبدأ أنه البرلمان عنده سلطة ديال التشريع، فإذا من المفروض أنه درنا هذا اللقاء مع الفريق الاشتراكي باش يمكن نناقشوا المشاكل القانونية المالية الإجرائية ديال اللي كتعيشها الجمعيات حاليا، فإذا من المفروض أنه نخرجوا خلاصات مشتركة باش يمكن ندافعوا على قانون جديد معدل متقدم يستجيب للوضع الحالي لا ديال الجمعيات ولا ديال البلاد، باش يمكن نشتغلوا بكل حرية وبكل استقلالية.